بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هناخد اللاب التاني لمادة الالكتريكال سيركت، واللاب ده بيتكلم عن الفولتج اند كورنت ديفايدر. طيب اللي هناخده في المعمل هاو تو فيريفاي فولتج اند كورنت ديفايدر، هنبدا نشوف يعني ايه فولتج اند كورنت ديفايدر وازاي نعرف نسبتهم. فولتج ديفايدر يعني ايه؟ فولتج ديفايدر معناها ان الفولت بتاعك بيبدا يتجزء. يعني مثلا لو انا عندي سيركت بالشكل ده، عندي 2 ريزيستورز، طبعا هي مش شرط 2، يعني ممكن 2 او اكتر، بس انا في الاكزامبل اللي عندي لو عندي 2 ريزيستور ان سيريز بالشكل ده متوصلين على التوالي مع بطاريه. فكره الفولتج ديفايدر ان الفولت ده بيبدا يتجزا على المقاومتين مع بعض، ايا كان القيمه اللي بتتوزع دي قد ايه، المهم ان كل مقاومه بتبدا تاخد جزء من البطاريه. تمام، نفس الكلام المقاومه الاولى والمقاومه الثانيه. قانون الفولتج ديفايدر بيقول لك ايه؟ لو انت عايز تجيب الجهد اللي على R1 عن طريق الجهد الكلي هتجيبه ازاي؟ بنبدا نقول V1، الكلام ده كالكوليتد يعني ثيوريتيكال، V1 بيساوي V توتال اللي هي الجهد بتاع البطاريه، وبعد كده بفتح كسر البسط بتاع الكسر بيكون المقاومه اللي احنا شغالين عليها، المقاومه اللي انا عايز احسب او اجيب عندها الفولت اللي هي R1، بحطها فوق وتحت على مجموع المقاومات اللي عندي في الدايره. بنفس الطريقه برضو لو انا عايز اجيب V2 او المقاومه اللي على R2، ببدا اقول V2 بيساوي V توتال او اللي هي مقاومه البطاريه، بضرب في الكسر دوت البسط بيكون المقاومه اللي احنا عايزين نشتغل عندها اللي هي R2 على مجموع المقاومات. طيب الكلام ده ثيوريتيكال، عايز اثبت ان الكلام ده صح هعمل ايه؟ شايفين التيبل اللي تحت ده؟ التيبل ده عباره عن 2 رو. الرو الاولاني الميجر، الخانه اللي احنا هنقيس فيها القيم، والخانه الثانيه هتكون الكالكوليتد اللي هي القيم المحسوبه. المفروض ان احنا هنثبت ان الرو الاولاني تقريبا بيكافئ الرو الثاني. اول حاجه بحسبها وهقيسها اللي هي الفي اللي هو مين؟ البطاريه. البطاريه كالكوليتد خلاص عندي جيفن اللي هي 10، احطها تحت 10. في الخانه الميجرد هبدا اقيس البطاريه عشان اتاكد ان هي فعلا 10، ممكن تدينا مثلا 9 بوينت حاجه مش هتفرق، المهم انها تقرب جامد من ال 10. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ V1 هبدا اقيسه براكتيكال، وبعد كده هحسبه بالقانون كالكوليتد واحط القيمه هنا. نفس الكلام مع V2، في الاخر هبدا اجمع الجهدين دول. تمام، لما اجمع الجهدين دول المفروض القيم اللي انت جبتها هنا عشان نثبت ان القانون صح، القيم اللي انت جبتها هنا لما تيجي تجمعها هنا المفروض انها تقريبا هتساوي القيمه اللي هنا، نفس الكلام تحت في الكالكوليتد هتساوي القيمه اللي هنا. في الحاله دي لو انت وصلت القيم متساويه تقريبا يبقى انت كده اثبت قانون الفولتج ديفايدر. تمام، طيب بنفس الكلام نبص كده على السيركت اللي هنا. السيركت دي هتكون براكتيكال، يعني هي نفس التوصيل اللي هنا ده كده نظري. عملي بقى هبدا اجيب ايه؟ هبدا اجيب الفولتميتر عشان مره هقيس البطاريه، يعني هحط الفولتميتر كده بارل مع البطاريه. تمام، وبعد كده هجيب الفولتميتر عشان اقيس الجهد اللي على R1 ونفس الكلام الجهد على R2. بعد ما اخلص اول جزئيه اللي هي الفولتج ديفايدر هروح بعد كده على الجزئيه اللي بعدها اللي هي الكرنت ديفايدر. الكرنت ديفايدر بنفس الكلام بالظبط نفس الكونسبت، بس الاختلاف ان السيركت لازم تكون الكومبوننتس او المقاومات بتاعتك الكونكشن بتاعها لازم يكون امبارال، لازم التوصيل بتاعك يكون على التوازي علشان التيار يبدا يتجزا في التو برانشز دول. تمام، فالقانون بيقول لك لو انت عايز تجيب سي، لو انا عندي الاي توتال ماشي في البرانش الاصل دوت وهيبدا بعد كده، طبعا انت عندك البوزيتيف هنا هيمشي كده، هيبدا بعد كده يجي عند النود دي ويبدا يتجزا، جزء هيمشي في اول برانش وتاني جزء هيمشي في تاني برانش. فلو انا عايز اجيب I1 اللي هو ماشي في R1، I1 هيساوي ايه؟ هيساوي الاي توتال اللي هو كان ماشي في البرانش الاصلي في المقاومه البعيده بتاعتك اللي هي R2 تحط فوق، بعدين على مجموع المقاومتين. ده عكس الفولتج ديفايدر، في الفولتج ديفايدر كنت بخلي البسط R1. نفس الكلام I2 برضو هنضرب في الاي توتال اللي ماشي في البرانش الاصلي في الار البعيده اللي هي R1 على مجموع المقاومتين. هاجي في التيبل تحت وابدا احط القياسات بتاعتي والحسابات بتاعتي. اول رو نفس الكلام برضو الاي، طبعا الاي هنا احنا هنحسبها
وبرضه ممكن نقيسها برضه، يعني احنا الميجر دول كالكوليتد، بس هنا ما عنديش هنا جيفن، يعني هنا هضطر احسبها على طول. هقسم الفولت الكلي على الار ايكويفالنت عشان اعرف اجيب الاي الكليه. تمام، بعد كده هقيس التيار الكلي اللي طالع من البطاريه وهبدا احط القيمتين هنا. الاي 1 نفس الكلام كالكوليتد هجيبها من القانون سواء اي 1 او اي 2، وميجر هنبدا نقيس الاي 1 والاي 2 وبعد كده نجمع في الخانه الاخيره. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده براكتيكال. خلونا بس الاول قبل ما نطبق براكتيكال تعالوا نجيب القيم الكالكوليتد ونخلصها. انا عندي هنا الجهد الكلي اللي هو 10 فولت، هحطه في خانه الكالكوليتد 10 فولت. تمام، نبدا نجيب الفي 1 والفي 2. الفي 1 المفروض ان هو بيساوي الجهد الكلي في الار 1 على الار 1 بلس الار 2. نعوض 10 الار 1 اللي هي 1 كيلو على 1 كيلو بلس 4 كيلو، يعني 1 على 5 مضروبة في 10 اللي هي 2 فولت. تمام كده. نفس الكلام هجيب ال V2 R2 R1 بلس R2 يعني 10، المرة دي 4 هيدينا 4 على 5 في 10 تقريبا 8. تمام، نكتب القيمتين 2 فولت 8 فولت. تمام، هنجمع القيمتين هنا 2 زائد 8 10 اللي هي بتكافئ جهد البطارية. انا كده كأني اثبت الفولتج ديفايدر بس ايه ثيوريتيكال. هنشوف نفس الكلام ده كده ايه براكتيكال. طيب هبدا اقيس الفولت اللي هو بتاع البطارية العشرة، وهبدا اقيس الجهد على كل مقاومة متوصلة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنوصل السيركت دي هاردوير. هبدا اقرب الالفيس عندي مقاومتين. طبعا المفروض المقاومتين دول احنا لسه مش عارفين مين فيهم الواحد كيلو ومين فيهم الاربعة كيلو، فاول خطوة هعملها عشان اعرف اميز المقاومات عن بعض ايا كان الدايرة اللي معاك، ان انت تبدأ تقيس كل مقاومة لوحدها عشان نشوف القيم. خلاص، يبقى انا هستخدم ديجيتال مولتي ميتر الدي ام ام، وهبدأ اوصل اول بروب الكم وتاني واحد مع المقاومة مع التيرمينال الاولاني. تمام، وهظبط البي سي بتاعي على الديجيتال مولتي ميتر. هفتح الالفيس الاول زي ما اتفقنا قبل كده من السيرش، هكتب الفيس او ممكن تلاقي الايكون على الديسكتوب جاهز عندك. هدور على الديجيتال مولتي ميتر، واتفقنا بما ان هقيس مقاومه يبقى لازم اشغل الباور اللي بره او الباور الخارجيه. هبدأ بعد كده تارجت الأوم، بعدين رن، لازم يكتب لك فوق هنا أوفر. تمام، بعد كده هاجي وأبدأ أقيس المقاومات. همسك أول ريزيستور، ممكن أمسك المقاومة بإيدي عادي كده وأبدأ ألمس الطرفين. بالشكل ده. تمام كده، تخبط الكوندكتور في البروب بالشكل ده. تمام، ونبدا نشوف في نفس الوقت القيمه هتتكتب كام. فعايزين نشوف المقاومه الاولى دي، انا هقيس دلوقتي تسعة من عشرة كيلو اللي هي كده الواحد كيلو يعني. خلاص خد بالك بس ايه تعرف تميزها، يعني تميز شكلها، نحطها على جنب كده. نجيب المقاومة التانية،
3.8 او 3.9 اللي هي تقريبا 4 يعني. طيب نرجع تاني للإلفس، واتفقنا كل مقاملة ما هاجي اوصلها لازم اوصلها ما بين نقطتين يكونوا مختلفين على البريد بورد. اول واحدة دي كده الواحد كيلو، خدها وحطها. المقامة التانية المفروض ان هما الاتنين ماشيين سيرز مع بعض من الدايرة اللي احنا شفناها من شوية، سيرز يعني ورا بعض او توالي مع بعض. فالمقامة التانية بدايتها هتكون هي نفسها نهاية الاولى، يعني المقامة دي بداية ودي نهاية، النهاية دي لازم تكون نفس البداية دي، يعني هما الاتنين يتحطوا على نفس النود. تمام كده، نعمل زوم بس شوية. يبقى انا هجيب التانية واحطها مع نفس الرو بتاعت الاولى بالشكل ده. الطرف التاني ممكن احطه مع اي نقطة عادي كده. تمام كده. طب اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي البطارية اللي هتيجي هنا ما بين الطرفين دول. اتفقنا المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات وقلنا باخد البطارية من الفاريبل باور سبلاي اللي هنا، تمام، او من الدي سي يعني، بس انا مش هحط قيمة 15، انا عايز 10، فالعشرة ممكن اخدها من الفاريبل باور سبلاي. واتفقنا باخد البوزيتيف من اللاين اللي رقمه 48 والسالب من اللاين اللي رقمه 49 او 50 مش فارقة. فهاخد اتنين جامبرز دول مثلا، واحد منهم هوصله مع ال 48 بالشكل ده، والتاني مع ال 49 او مع ال 50 مش هتفرق. تمام، الطرفين دول هما طرفين البطارية. هاجي اقفل بقى الدايرة، اول طرف مع اول طرف للمقاومة بالشكل ده، تاني طرف مع الطرف التاني للمقاومة بالشكل ده. يبقى انا كده قفلت السيركت اللي عندي. تمام، طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نرجع نقيس القيم دي، عايزين نقيس قيمة الفي والفي 1 والفي 2. طيب عشان اقيس قيمة الفي يعني كأني بقول لك عايزة اقيس قيمة البطارية اللي هنا. طب انا حطيت اصلا 10، انا ما حطيتش لسه 10 هنا، يعني انا محتاجة اروح للبي سي عشان احط قيمة 10 الاول. هفتح الفاريبل باور سبلاي، ادور عليه اهو زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. انا مش بكتب حاجة عند السالب سبلاي، بدخل القيم عند البوستيف سبلاي. فهكتب هنا 10، هدوس رن، هستنى لحد ما اكتب هنا 10 فولت. تمام، بعدين هعمل ايه بقى؟ هرجع دلوقتي للالفس علشان اقيس قيمة الفولت. اقيس الفولت يعني هستخدم ديجيتال مولتي ميتر، لازم البروب الاحمر يكون متوصل على الفولت، وهاجي هنا تاني على الديجيتال مولتي ميتر وهظبط ان انا اختار الفولت. لازم تتكتب اليونت هنا في. تمام ماشي، انا كده جهزت الديجيتال مالتي ميتر هاردوير وسوفت وير. اتبقى لي بس ان انا اخد الطرفين دول بتوع البروبس واوصلهم مع البطاريه. هي فين البطاريه؟ مكانها هنا. طب انا ازاي هوصل هنا؟ ينفع اوصل كده؟ لا كده غلط. هعمل ايه؟ انا محتاج اوصل ما بين السلكين دول، السلكين دول هما اللي بيعبروا عن البطاريه. لو انا فصلت من هنا انا كده خلاص فصلت البطاريه، شلتها خالص، فانا ما باجيش هنا خالص، ما برفعش اي حاجه من هنا، باجي الناحيه الثانيه. ما هي السلك ده كله المفروض نقطه واحده، كل ده حاجه واحده. تمام، نفس الكلام الازرق، هنيجي نفتح من الناحيه الثانيه او هنشيل التو جامبرز من الناحيه الثانيه بالشكل ده، وهلمس كل طرف بالكوندكتور كده. بالشكل ده انت كده بتقيس قيمه البطاريه اللي عندك. تمام، على الوضع ده لما نيجي نشوف القيمة هنا على البي سي، بس كده هرجع ألمس تاني. احنا كده ملمسين زي ما عملنا من شوية. بص القيمة طبعا السالب دي عشان احنا مش عاكسين الأطراف، عكسها لكم بس. تمام كده، كاتب لك تقريبا 9.9 اللي هي 10 فولت. تمام كده، طيب يبقى احنا كده كتبنا او قسنا
الفي توتال ميجرد كانت 9.9 فولت، اهي 9.9 فولت، ده كده الفي ميجرد. نفس الكلام هبدأ اقيس في 1 وفي 2. نرجع تاني على الالفيس. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ دلوقتي لازم اقفل الدايره، ما ينفعش اسيبها مفتوحه كده، كده مفيش كهربا واصله للدايره اصلا. فهرجع تاني التو جامبرز مكانهم، تمام كده. انا بفصل بس التو جامبرز دول في حالتين اتنين، لو انا عايزه اقيس كهد البطاريه، والحاله التانيه لما اجي اقيس تيار. احنا لسه مش هنقيس تيار دلوقتي. طيب علشان ابدا اقيس الفولت بتاع R1 هعمل ايه؟ هظبط الديجيتال مالتي ميتر، هو خلاص مظبوط كده على الفولت، وهجهز برضو نفس الكلام الديجيتال مالتي ميتر هنا على الفولت، هو اوريدي خلاص جاهز. هبدا بس المس الطرفين دول مع اول مقاومه بالشكل ده، تمام. اوريكم بس القيمه اللي بتتكتب. اتنين بوينت زيرو خمسة ستة زيرو، تقريبا ستة زيرو. الأرقام اللي بتتغير في الآخر دي مش مشكلة يعني، تمام. نسجل بس القيمة. اتنين بوينت زيرو خمسة ستة زيرو، كده احنا هنا سجلناها. ندخل على القيمة اللي بعدها بنفس الكلام برضو، انا هلمس المقاومة اللي جنبها بنفس الكلام. سبعة بوينت تسعة تلاتة خمسة زيرو، كتبنا كده القيمة التانية. خلاص هجمع بس القيمتين دول، هيديك تسعة تسعة بوينت تسعة تسعة واحد فولت، اللي هي تقريبا القيمة اللي احنا قسناها في الأول. يبقى احنا كده فعلا أثبتنا الجدول كده لوحده كان كفيل ان هو يثبت لي ان القيمة بتاعة البطارية بتساوي مجموع قيم V1 وV2، تمام. بنفس الكلام كده هرجع اوصل السيركت تاني بتاعتي، اعدل التوصيل علشان اثبت current divider. التوصيل اللي احنا عاملينه ده عاملينه علشان الفولتج ديفايدر، ما ينفعش اشتغل على نفس التوصيل ده في الكرنت ديفايدر. هعمل ايه؟ همسك المقاومتين دول وهوصلهم ان بارل، هما حاليا ان سيريز. هفصل بس السلكتين دول اخليهم على جنب، خلي البطاريه زي ما هي عادي. همسك المقاومتين دول، لازم تكون البدايه واحده والنهايه تحت واحده. فهعمل ايه؟ هختار فين الواحد كيلو، دي الواحد كيلو الاول، هختار مثلا نقطه، تمام، ونقطه تانية. من بعد حصان في النص شوية عشان كان محتاجها. طيب كده انا موصل المقاومة على نقطة ونقطة تانية مختلفة، بس انا كده المفروض انا هتقيد بالنقطتين دول مع المقاومة التانية. دي البداية هتكون نفس بداية المقاومة التانية برضو كده، والنهاية برضو نفس نهاية المقاومة التانية. أنا بالشكل ده موصلهم إن بارال، تمام. البداية واحدة والنهاية واحدة. هاجي أعمل إيه؟ همسك طرفين البطارية، هصغر شوية بس، طرفين البطارية الموجب مع بداية الدايرة. طبعا خد بالك لازم البداية تكون واحدة نفس النقطة، والنهاية مع نهاية الدايرة بالشكل ده. كده الدايرة عندي جاهزة براكتيكال. انا بس هبدا احسب الاول، نطلع القيم كالكوليتد وبعد كده نرجع تاني للدايره. طيب هبدا احسب دلوقتي القيم. اول حاجه عايزه اجيبها الاي توتال. الاي توتال اجيبها ازاي؟ معايا الفي توتال اللي هو جهد البطاريه ومعايا المقاومات، فالمفروض ان الاي توتال
بتساوي ال V على ال R equivalent. طيب ال R equivalent في الحالة دي هي عبارة عن ايه؟ حاصل توازي الواحد كيلو مع الأربعة كيلو. فهنقول حاصل الضرب على حاصل المجموع، يعني واحد في أربعة على واحد زائد أربعة، أربعة على خمسة أوم اللي هي 0.8 أوم. تمام، من هنا يبقى الـ I total 10/8 هيدينا 12.5 أمبير. طيب عايزين بقى نتأكد من الكلام ده. الكلام ده المفروض ان هو theoretical، هنتأكد منه ازاي بعد كده practical، ان احنا هنقيس التيار الكلي. تمام، طيب هيتبقى لي ايه دلوقتي؟ ال I1 وال I2 هجيبها calculated. ال I1 المفروض ان هو بيساوي I total في ال R البعيدة اللي هي R2 أربعة كيلو على واحد زائد الأربعة كيلو 12.5 في أربعة على خمسة. نفس الكلام الـ I2 12.5 بس المرة دي في مين؟ واحد على واحد زائد أربعة خمسة 12.5 في الكسر هيديك 10 أمبير. 12.5 على 5 هيدينا 2.5 أمبير. تمام، نيجي نعمل الجدول. ندي الأي، الأي 1 الأي 2 والمجموع. أول حاجة عندي ميجر، كالكوليتد. عندي أول حاجة الاي، طبعا احنا كده هنشتغل على الخانه اللي تحت. الاي 12.5 امبير، اي 1 طلعت لي 10 امبير، واي 2 2.5 امبير. المجموع 10 زائد 2.5 يدينا 12.5 امبير، نفس القيمه الاصليه. دلوقتي احنا خلصنا الثيوريتيكال، نبدا نشوف بعد كده الايه البراكتيكال او الميجرمنت. نجيب الالبس، طيب عشان ابدا اقيس التيار المفروض هعمل ايه؟ اول حاجه هظبط الديجيتال مالتي ميتر على انه يقيس تيار. هشيل البروب من اول تيرمينال واحطه في التيرمينال الثالث. تمام كده، طبعا لازم ابقى قافل الدايره اكون موصله واقفلها. مشغل الباور الداخليه، وهاجي على البي سي وهظبط. طبعا كده كده البطاريه بتاعتي 10 فولت، مش هغير عندها حاجه، خليها على جنب كده 10 فولت. تمام، هاجي هنا بقى ديجيتال مالتي ميتر واختار امبير دي سي رن. تمام، هو كده جاهز ان هو يبدا يطلع القيم. زي ما قلنا قبل كده القيم اللي بتطلع لك في الاخر دي، ده كده ايرور، ده كده زيرو امبير، يعني ما فيش حاجه اصلا محسوبه او مقاسه. نرجع بقى هنا، اول حاجه هقيسها توتال كارنت. طيب هو التوتال كارنت موجود فين في الدايره؟ المفروض ان دي البطاريه بتاعتك. التيار بيبدا يطلع من هنا وبيمشي بعد كده وبيجي هنا. نزوم بس شويه. المفروض ان هو بيبدا بعد كده يتجزأ في المقاومتين دول، يعني جزء بيروح في البرانش ده والجزء التاني بيروح في البرانش ده، وبعد كده بيرجعوا يتجمعوا تحت في الجامبر اللي تحت اللي هو بعد كده بيروح لسالب البطاريه. طيب لو انا عايزه اقيس التوتال كارنت هبدا اعمل ايه؟ هبدا اشوف الجامبر اللي بيمشي فيه التوتال كارنت اللي هو مين؟ اللي هو الاورنج دوت او الازرق. خلينا ناخد الاورنج. اتفقنا في الفيديو اللي فات ان انا ما ينفعش افصل حاجه ناحيه البطاريه، وقلنا برضو حاجه تاني لما اجي اقيس تيار المفروض ان انا هفصل طرف في البطاريه، ما ينفعش اجيب الطرفين كده واروح حاططهم على المقاومه عشان اقيس تيار، كده غلط، الوضع ده غلط. الوضع ده ينفع مع الفولت لكن ما ينفعش مع التيار. في التيار لازم تفصل طرف،
خلاص. فانا دلوقتي عايزه اشيل الجامبر ده، هفصل من هنا ولا افصل من هنا؟ هفصل من الناحيه اللي عند المقاومه، هشيل طرف كده. طيب انا شلته من جنب مين؟ انا شلته من جنب الطرف بتاع المقاومه ده. وشلت مين اصلا؟ شلت الطرف ده. يبقى انا هجيب الطرفين بتوع البروبس، واحد فيهم من اللي انا شلته والتاني اللي شلت من جنبه بالشكل ده، تمام معايا كده؟ المفروض ان انا لما اعمل كده هطلع الاي توتال. اوريكم بس القيمه اللي بتطلع على الشاشه. احنا قلنا المفروض تبقى 12.5 امبير. شو هرجع على المس تاني. اول طرف باول بروب وتاني بروب المقاومه، هي طالعه 12 من 100، 126 من 1000. لحظه احنا كان عندنا هنا ال 0.8، دي مش اوم، دي كيلو اوم، ده كان بالكيلو. فال 12.5 دي هتكون ملي امبير، صح كده؟ يبقى الامبير هيطلع لك 125 من 1000 بالشكل ده، بس انا مش مكتوبه كويس بس تمام، لان الامبير فيه 1000 ملي امبير. هنقيس تاني، لو طلع لك الاشاره بالسالب وانت بتقيس اعكس بس الاطراف. تقريبا نفس القيمه الثيريتيكال، 1 2 6 5. تمام كده، دي كده التوتال. بنفس الكلام هنقيس الاي 1 والاي 2. هرجع الدايرة تاني، نقفل الدايرة تاني عشان نشوف انهي طرف بالظبط اللي انا هشيله. دلوقتي انا عايز احسب اي 1. اي 1 هو التيار اللي ماشي في البرانش ده، يبقى انا هفصل مين دلوقتي؟ هفصل طرف، يعني المفروض المقاومة دي هفصل اما الطرف اللي فوق يا اما الطرف اللي تحت، اي حاجة فيهم مش هتفرق، تمام؟ لو فرضا فصلنا من فوق كده، بس الكهرباء الاول، اشيل طرف الطرف ده، تمام. دلوقتي انا هبدا اعمل ايه؟ هقيس طرف بي، يعني همسك البروب طرف منه هوصله مع الرجل دي، والطرف التاني انا شلته من عند مين؟ شلته من عند هنا او هنا، مع كلهم نفس النقطة. يبقى الطرف التاني ممكن لمسه برجل المقاومة دي، او لو خدت بالك في هنا في الجامبر بيبقى فيه نود هنا كوندكتور ممكن تلمس فيها، او لو مش تعرف تخبط فيها كويس ممكن تخبط في رجل المقاومة. تعالى كده نشوف، نشغل كهربا. ممكن بدل ما اخليها في الهواء كده وما اعرفش امسك كويس، ممكن اخليها في اي نقطه بعيد عن الدايره، كانك هي كانك موصلها في الهواء، وهلمس طرف بيها كده والطرف التاني من المكان اللي هي كانت متوصله فيه بالشكل ده، تمام. وابدا اقرا القيمه اللي هتطلع على الديجيتال مالتي ميتر. اوريكم بس القيمه اللي بتطلع. تمام كده 10 من 100 أمبير قيمة التيار الأولاني. تقريبا كانت كده، تمام كده بالامبير. يعني خد بالك هنا اللي احنا طلعناه هنا ما كانتش، دي كانت كده ملي امبير، ودي كانت برضو ملي امبير، تمام.
نفس الكلام كده هقيس الاي 2 هرجع بقى المقاومه اللي انا شلتها دي ارجعها مكانها تاني وهنبدأ نقيس الاي 2. الاي 2 هو التيار اللي ماشي في المقاومة 4 كيلو اللي هو ده. فبنفس الكلام هبدأ برضو افصل الطرف اللي فوق ده ممكن اوصله في اي نقطة بعيد وهجيب الطرفين ما بين الرجل اللي انا شلتها والرجل التانية تحت كده وابدا اقيس ما بين الطرفين دول اوريكم بس القيمه اللي بتطلع ستة وعشرين من ألف تمام كان هي تقريبا اصفر تمام كده طيب هنبدا دلوقتي نجمع القيمتين دول صفر بوينت واحد اتنين ستة ستة امبير تقريبا الارقام زي بعض احنا كده اثبتنا current divider تمام كده يبقى الفكره كلها في لاب النهارده ان انت بتشوف الكالكوليتد بتاعك بتطلع التوتال وبتبدا تطلع القيمه بتاعت كل كومبوننت على حده وبنجمعها وبنلاحظ ان المفروض التوتال هو نفسه القيمه اللي بعد الجمع وبنعمل الكلام ده ميجرمنت برضه يعني بنثبت النظريه عملي ونظري تمام كده نفس الكلام مع الفولتج ديفايدر نفس محتوى الجدول اللي هيجي لك سواء هنا او هنا يعني انت لما تجي لك التجربه دي هتطبقها ثيريتيكال كالكوليتد عن طريق القوانين ونفس الكلام هتعمل كده ايه ميجرمنت تمام كده بكده احنا خلصنا لاب 2 في الالكتريكال سيركت اشوفكم على خير ان شاء الله شكرا